عندما تنظر إلى البدعة، يقول الشاطبي رحمه الله، تنظر إليها من جانب تظن أن لها أصل في الكتاب والسنة، وعندما تنظر إليها من جانب آخر تجد أنها مخالفة، كما ذكرنا في زيادة ركعة مثلا في صلاة العصر أو في أي صلاة. وبعض الناس يقول ما المانع أن نزيد، ما المانع أن نزيد؟ نقول المانع هذا الذي يريد الزيادة كأنه مشرع، يريد أن يأتي بدين غير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أول شرك حدث في الأرض بماذا؟ بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعوا في أول الأمر؟ ابتدعوا، صوروا تماثيلهم، صوروا تماثيل للعلماء حتى يتذكروا ما كان عليه العلماء، صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن انظر إلى البدعة في أول الأمر، أدت في آخر الأمر إلى الشرك الأكبر. بعض الناس تقول له الآن عندما تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لا يجوز أن تضيف والشكر. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عطس مثلا يقول الحمد لله، لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول هذه بدعة. إذن لو سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح لكنا على خير، لأن البدعة، ارتكاب البدعة يصد عن سنة.